يعني هل عدد سكان ليبيا 6 مليون يا اخواني؟ 6 مليون ما هوش هذاك العدد الهائل. دولة غنية بجميع ثرواتها، معقولة دولة تعجز على توفير لقاح؟ مش معقولة. أنا ما نبي شيء كمواطن، أنا نبي الصحة بس. ادين لي بنية تحتية، ادين لي واحد، ادين لي كذا، وأنا تعبان صحيا. أنا مرت بي الجريحة هذه، مرة بي أنا شخصيا. قتل والدتي رحمة الله عليها وعلى سائر المسلمين. الله يرحمها إن شاء الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم. معقولة برلمان حكومة كذا؟ أنا واخذ تلقيح، ننتظر في التلقيح الثاني، ما جتنيش رسالة لحد الآن، وغيري وغيري وغيري. في عزوف على 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 عدم التلقيح. علاش؟ أنت غير وفر بس. وفر. المفروض المراكز تشتغل 24 ساعة يا أستاذي. المراكز تشتغل 24 ساعة. عزوف كم؟ 10% 20% سيبك منهم. لكن أين إحنا من هذا؟ ولو المواطن يتحملها على حساب الخاص إذا كانت الدولة عازة. اتقوا الله فينا يا ناس. واضح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أراه الناس بعد. شن تنفع تدير لي مدارس، تدير لي بنية تحتية، تدير لي كذا، وصحة صفر. بدون صحة شو بدير بيها الدنيا هذه كلها؟ الواحد يشوف والده ووالدته ودنيته يموت أمامه. ولا حول ولا قوة. نعم. يعني مش معقولة يا أخي. شكرا. لذلك الأخت هذه، الأخت نجمة اللي من ترهونة، يعني تمزق القلب. أين الدولة؟ أين الصحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ندعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا ويفرج على كافة المسلمين. نعم. شكرا لك يا أبو أحمد.